I'm
الله رحمنا
شو حالي يا ريما
بعد أن أفحد لنا الغيبوثة من عليك نيرون لأنه ارتحم يا رب أبي يوسف منك دعليك صورة تقلنا فرنزون عند أنا ما رقصون هذا هو الله وحق الشاء آمين ومدخين ابن عباس ابن مريم وفليل ابن باعي الليل أهل بقر نصط رب قدانك روائد لا يوهد ما نطرد كلهم قدانك ما جل بالدين تزدي قوثا ما نبذكي طليا ورحي نطرد قدانك ليه فشل من ليك ذا احطينا سواد اقنيت كلهم دين الزكي خوثا قداني قرنيت يفعي ضرحاثا شو حالا وغورا والروح اثبت شاف هللويا 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 بارك ما رب لشميا مقدس ما قلت المنقوثا قديش 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 امام لشميا دملين شميا والعرف والشوحا عير وناشا فعلا قديش 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 اول وشميا مقدس ما قلت المنقوثا ليه وسطوريا نا كي كنا وشميا مرعب قبل الأحمد قال اليوم أنا وشغلان عظيم وعطاري إيك أنت لها معنى الشغل حياوي لا تعلى نسيونا إلا بصر بيشة مطلع بلاكي ملكوثة حيا في شبعة العالم عن بناني شوف حال آل ولورا وروحة قدشة عالم وعالم العالم أمين وأمين آمن بشرية نتقداش ما أبتدر ملكوثة خديش خديش خديشة آمن بشرية دملين شمية ورعا ربو الشوحة خيرنا شفاعة خديش خديش خديشة صلشنا عمها خارق على أن خديشة نشتبح على خوثة نزقل فاروثة وطرقها ربوثة بتنصع حيثوثة تفرم رفع العمق على الطعيدة ولا رحم ثوماي دكليتا يمتاق شفاعة في العدل ما ردخل أعظم الرب حق الشهر عني بارس مار مشمية وارحم ريخة مار على هلوكة فريدة مار قد شوش وحرامهم عليش المفديد مش ما تريد ومشبح دفيتا يمتاق وشبحك فالعدم ما رفض أعظم الرب حق الشهر عني آمين جبع صديق لمريا سابق بيش صلى على شينا دا حد وثانا عبد عبيكم يا سيارة بشكوحة سيفا من أرض البيه وقع لشمية ثم شفيرة قلم أمر سهلير قبل لمشيحة من طول أثاق اليوم ميتينا ولما الصور يكون أغنيت ملكوثا وقف من تشفاثيكم بريهم شيحا دورا فنديشا هاركا ورعا والعلب شميا وعود مريا سا
حسنين الوشتاس سادر القرى رحمة وديحيزة صالة وديوشينا فوريزة قول الوافق صبر ميس هادي عن سولا وراك أصدر عن قيسة أركن صوري هون سيفا وذكرنا سني مريا ابن خوانين صلي ودمارا زاوي سادي وكل صاري هو أبار النص صيري لمشي حاجة شعب سادي وارك إلي أفردنا من قريب من دعو من كبيت وثال مارك يا سادة من سادي دواخ للمركب ويعن يقضي Thank you.
Thank you.
تعودوا الرب لأنه سامع في العذاب،
Hallelujah.
ودريد نعيش عيال زورة كم قمنا بيناتهن ويميرين محطة كبرى طالوخون إلا قبروتون وخابوتون يا لزوري لكروت الملكوت بشمية من مختك ياني مخت أبي يالا أهو بتهاوي رابا ملكوت دشمية من قابل يا لزورة أخداد بشمي أنا قابل كل من تمتعز خامن آني زوري كم هي من بقاوي بشتوبي وطالع انهاوي ودري بقرتع كيف تأرخي ومحلقة فدعا يسوع صبيا واقامه فيما بينهم وقال الحق اقول لكم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الصبيان فلن تدخلوا ملكوت السماوات فمن وضع نفسه مثل هذا الصبي فذاك يكون الاعظم في ملكوت السماوات ومن قبل صبيا مثل هذا باسمي فاياه يقبل ومن شكك أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي كان خيرا له لو علق في عنقه حجر الرحى وزج في أعماق البحر الويل للعالم من الشكوك فإنها لا بد أن تأتي الشكوك لكن الويل للرجل الذي عن يده تأتي الشكوك إن شككت يدك أو رجلك فاقطعها والقها عنك فخير لك ان تدخل الحياه وانت اقطع او اعرج من ان يكون لك يدان او رجلان وتسقط في النار الابديه وان شككتك عينك فاقلعها والقها عنك فخير لك ان تدخل الحياه بعين واحده من ان يكون لك عينان وتسقط في جهنم النار احذروا ان تحتقروا احد هؤلاء الصغار فان يقولوا لكم ان ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه ابي الذي في السماوات فانما جاء البشر ليخلص ما كان هالكا The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew. At that time, the disciples came to Jesus saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? And calling to him a child, and he put him in the midst of them and said, Truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever handles himself like this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever receives one such child in my name, receives me. But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be drawn in the deep of the sea. Ushuha la la اللي قدم اليوم نوايا ومن تقريب بيناتنا
الله يرحمهم برحمته الواسعة من أجل جميع المرضى ومن أجلكم أنتم اللي حاضريني معنا واليوم نخص الذكر بصلاة من أجل الأميرة وخالد اللي حافظونا يعني خسرنا عائلة هناك. فالله يوفقهم في بداية جديدة في حياة جديدة في ديترويت أن يلتقون بأولادهم وهمنا نقبل عائلة أخرى جديدة من أمريكا العراق هناك. أهلا وسهلا بيمت وبباب البلاد شينا بقاربة سيدة أهلا وسهلا عائلة الدين. واليوم الدين حلو الدين الأطفال كثير حلو واليوم عندنا أعمال حمينا الله يبارك مقدما لنا راح نجي وقت الأعمال ونشرح الأعمال وشنو الأعمال حتى نفهم خلال رأس المعمودية مهمة كبيرة. إذا تنتبهون بكنيستنا قبل أحدين كان إجل شخص إلى يسوع وسجد وقال له ابني في شيطان يتعذب في رأس الأهل له ده يتعذب أب إجا يطلب من يسوع. أحد الماضي إجت الأم قالت أرحمني يا ابن داود have mercy on me. Before two Sundays the man came to him and kneeled and he's asking to help because he has his son is very sick and he needs help. And the last Sunday the woman came to Jesus and kneeled also. She asked him have mercy on me. She didn't mention I needed to heal my daughter. She said have mercy on me. And after that Jesus didn't give her any word. And she said, please, help me. شوفوا. ويا الأب طلب يشفي ابنه. ويا الأم قالت انطيني رحمة ارحمني يا ابن داود. وما جاوب لها. بعدين التلاميذ طلبوا من يسوع ما راح يعيد الموضوع لأنه حكينا بيهم. قال اصرفها لأنه تطوجنا تتحكي تطلب كثير اصرفها حتى لا يجي وراها. تلاميذ طلبوا تشفعوا من أجل هاي المرأة عند يسوع. وجاوب يسوع في نظرنا هو جواب قاسي ليس حسنا أن يأخذ خبز البديل ويلقى منه. هذا أنتم قلتوها مع يسوع شفتوا هاي أنتم قلتوها يسوع يعلمنا. شوفوا أنتم شو تقولوا عن الناس لأنه اليهود الما يهودي ما يعتبرونه من شعب الله يعتبرون غير اليهود من الأمم الوثنيين يدعوهم أو يلعتونهم بالكلاب. شوفوا أب أم اليوم شنو طفل معناتها كملت العائلة يعني يركز على العائلة مهمة the family contact together strong together don't be separate don't lose your wife. Keep together. Pray together. Why is only just a honeymoon that is best time for you? You should be every day. For husband and wife, it's like a honeymoon, like a birthday. مو بعد خمس سنوات أو عشر سنوات واسع مشكلة مو بس خمس سنوات أو عشر سنوات واسع مشكلة هم دي يزوجون أثناء زواج دي فكرون شو كيف تطلقوا أو شو قد يعملون separation. At the same time يعني أعرف أشخاص تزوجوا راحوا هنيمون ورجعوا مطلقين ثلاث أيام راحوا هنيمون رجعوا مطلقين واو هو هاي السر. اليوم هذا الطفل شنو ذنبه إذا الأم والأب مفصولين شنو ذنبه هذا الطفل؟ هاي العائلة لأنه ماكو حب ماكو صلاة ماكو الله في حياته. هاي الأم لما قالت هاف ميرسي أون مي يعني تريد قوة تسندها لأنه تعبت هيكل have mercy. كلنا we have to ask to Jesus have mercy on us. Not only for that woman, everyone. بس يجون التلاميذ اليوم حلو. من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ من هذاك الوقت ليه اليوم بيفتشون على شنو؟ على شنو؟ ماذا أسمع؟ على شنو؟ أي شنو يعني؟ وده أقول من هو الأعظم في ملكوت السماء يعني على شنو؟
على الألم الأنا بعد زين فتش على الأنا بعد أنتم ما شايفكم من زمان يلا سيد What they look at these disciples when they ask him who's the greatest in heaven what he answer what's they thinking about what يلا kids على شنو يلا تعرفون على شنو سمعت على شنو على الكراسي على الكراسي they look at the power who's sitting for that chair can he has a big power اليوم لازم نصلي ايضا من اجل حكومتنا حتى نكون شخص مناسب في المكان المناسب في الكرسي المناسب ما يجي شخص وكيل خائن هاي مرنا احنا الوكالة تكلمنا عنها المحاضرة يوم الجمعة الوكيل الخائن احنا امناء يسوع اعطانا وزنا لازم نسير بهاي الوزنة بامانة منكم امناء اذا منكم خاطئين مع ذاتنا فاليوم نصلي حتى يكونون الوكلاء اللي يجون يقعدون على الكراسي يكونون امناء في حياتهم من ذاك الوقت التلاميذ يفتشون على الكراسي منو يقعد الكرسي هو يسيطر صحيح وجد الكرسي they made it, the chair not to be a power or like a dictator no to be rest in that chair you work all day and after that you come sit and rest الكرسي هو الراحة ما الدكتاتورية فالتلاميذ يسألون من هو العمل في ملكوت السماء it's very serious subject they talking to each other with Jesus and for somehow Jesus called a little child يسوع على غفلة دعا الطفل تلاميذ قاتلين نفسهم منه العطا في ملكوت السماوات يسوع جاب طفل واو احنا نقدر نحكي ويسوع ايش عمل يعني غريبة ان لم تعودوا وتصيروا مثل هذا الطفل لن تدخل ملكوت السماوات زين شلون يصير هذا الاب كبير او امايه كبيره او شخص كبير من عمره شلون يرجع يصير طفل؟ شو يقصد بها؟ يقصد اذا هسه اطفال يتعاقدوا بيناتهم اذا تزعلوا بيناتهم شلون نراضيهم؟ If the kids they fighting each other like for example you are all this one line in here like from this one 1, 2, 3, 4, 5 you are in here 5 kids in here 5 okay we can save kids if you're fighting each other how are you gonna be fix a problem yalla how didn't you say I apologize for that I can't hear you say something apologize او انت اب وام شلون تصالحون؟ ايش تشتريهم؟ بالاول كنا نرضى ينطوهم كاندي شوكليت بسكت يلا صالحه وصفوهم يلا تلاوس وصالحه وخلصت هسه عيالين يطلبون شوكليت هسه ايش يطلبون؟ يطلبون ايفون وايباد مشكله اوكي هاي المشكله التربيه الخاطئه مع كل الاحترام يجب اذا ما صالحت معه ما راح اشتري لك ايباد غلط غلط don't put any conditions any things between you guys between your kids ما تقول له انا اشتري لك وما اشتري لك it's wrong تربيه خاطئه لازم يتصالح هو من ارادته معناتها اذا اعطيته حاجه ايش راح يصير كل ما يزعل لازم اشتري له حاجه علمته على هاي الخاطئ انه هذا راح يصير عنده الله بريزنس الله جيفت بعدين شنو هو؟ يلا انطيها هاي كسره بابا جيب لي وحده جديده هاي انطيها لاخوي تربيه خطا لازم نعرف شلون نربي اولادنا فهنا يسوع لما جاب هذا الطفل ان لم تعودوا مثل الاطفال من شنو هو؟ البراءه المحبه التواضع ما عندهم كبرياء اطفال ما عندهم كبرياء شوفوا اطفال يلعبون بيناتهم ما يقول انا ابويا كذا وكذا انت ابوك فقير لا يلعبون كلهم في الشارع في العراق كنا نتذكر اننا نلعب هارون
نلعب طيارات بالماراثون نسوي ها مصراع نسيتها سويتها شيء بس نسيتها فمصراع دعابة كذا نلعبها ما نقول هذا بالغني وهذا بالفقير كلنا نفس الدعوة كنا نتشارك على منو يضرب الطنف كنا نقول الطنف مو الطنف يعني هاي الأحسن لعبتنا نلعب بها فهاي كانت هسعة وين البراءة مالتنا وين المحبة وين التواضع نسيناها وتشوفون الطفل اليوم إذا تدبون عليه لما ينام إذا انتبهتوا عليه ينام إيدينه هالشكل مستسلم أمره لربه مستسلم he's sleeping like a soul peace he raises his hand like that and he's so peace he feels like in safe air ولما ينام الطفل وين ما ينام بالهول بالمطبخ على القنابة على الكرسي ثاني مش نفسه بفراشه ليش؟ لأنه نهتم بينه ليش لما يكبر ما نهتم بينه؟ ليش لما يكبر نعوفه؟ ما يجون للكنيسة ليش؟ تعرفون ليش؟ لأنه الأب والأم ليش يفقون أبونا؟ هالشكل هالشكل يعمل أبونا قدم أولاد إما هذا الطفل كرهه لأبونا بعده ما شايفه عزيزي مشاكلكم أنتم بين الأب والأم خلوها بعيد The problems, anything, argument between husband and wife, keep it out from your kids. إذا أنت عندك مشكلة ويا الكاهن مالتك أو ويا الشماس مالتك أو ويا أي عضو بالكنيسة لا تحكي قدام أطفالك. علم أطفالك لا لازم نروح للكنيسة. إحنا بنروح مو خاطر أبونا إحنا بنروح خاطر يسوع. صحيح أنت عندك مشكلة معايا. بس لا تعلم أولادك هاي المشكلة اليوم كان عايز أفرغت من أولادك فرغت البارحة قدست بمنطقة بيزري أقل واحد شفته عمري يمكن 40 سنة مش ما شفت ما في أطفال 40 سنة يعني وين الجيل الجديد وين هم أنا اليوم هسه أطفالي هنا أكيد بس منهم قاعدين بعاد وجايين من برا اسكتلند اسكتلند أهلا وسهلا فيكم جاي من مكانات بعيدة بس وين البغية اليوم؟ وين الطفولة مالتنا؟ فيسوع لما أقام هذا الطفل ووضعه بالنص قال إذا ما تشبهون بهذا الطفل بالمحبة والتواضع مو بتصرفاتنا وإنما بعقلهم النظيف الطاهر الصافي ما بين أي شائبة هاي هي الأطفال النقاوة نحتاج نقي عقلنا لازم يكون نقي لا نهتم بالكراسي وغير الكراسي والمناصب هي قتلتنا اذا كانت ان كانت بالسياسه او كانت بالكنيسه مع الاسف كل واحد يرتفع شويه منصب مالته بعد الله يسمع ربنا ما يجرح ليه انت وضعت في هذا المنصب في هذا الكرسي حتى تخدم اكثر راح تتحمل اكثر مسؤوليه فمحتاجين احنا رعاة امناء لكنائس بعدين قال لهم يسوع دير بالكم اذا شككتوا واحد من هؤلاء الصغار اذا انسان ضعيف ايمانه لا تخلينه شك لا تعذرونه لا تكون احنا حجر عثرب ايمان الاب والام لما ينعكون قدام الاولاد هم اكبر حجر عثرب قدام الاولاد لانه نزعتوا ايمانهم نزعتوا البساطه من عندهم نزعتوا المحبه من عندهم من قلبهم ما زعزعوا لازم نزرع المحبة لن نكون حجر عثرة قدام الآخرين بعدين قال إذا إجينا هسع على أعضاء جسم الإنسان إذا عينك شككت أو إيدك أو رجلك نقطعهم من عندك معناته يا سعد يقول لنا كلنا تعالوا على كيس عكازات على ويل جير دخل الملك هل هذا يقصد بها يسوع؟ هل هذا يقصد بها يسوع؟ أنه قص إيده قص رجله أخلع عينه هل هذا يقصد بها يسوع؟ لا شنو يقصد بها يسوع؟ قال إذا أقطع عينه شنو يقصد بها عينه؟ شنو يقصد بها عينه؟ ها؟ الأهل الأهل حتى إذا رجعنا الزوج الزوجة تعتبر عينته إذا زوجتك شككتك بموضوع الإيمان
انتبه، يقول اقلعها يعني اتركها. الناس تضحك يعني هسه يقول هاي مرتي تتركني لا تتركها. حلو هو دير بالك وايده، يعني اذا عندك شوفوا هي القريب، القريب الاب الام الاخ الاخ اي واحد من العائله هي العين والايد. الايد الاخ لا العين هي الاخ والكل بالعائله هي العين والايد الصديق. الصديق اذا صديقك مش قد عندنا اصدقاء سيئين ونعاشرهم اكثر من الاصدقاء الجيدين. واذا رجل صار قريب صار الاهل وصار قريب الايد والرجل ها؟ وين الطريق؟ مين وين؟ وين؟ وين الطريق؟ قربتي عليها، قربتي انت عليها بعد أبي يلا شنو تقصد بها الرجل؟ طريق بس قصدت الطريق بعد ال وانت كل مره في حكي اذا يلا الطريق السيء يعني المكانات السيئة المكانات الموزنة. فأنت تروح برجلك على هاي المكانات أو صديقك يوديك على هاي المكانات. فهاي أخوتي اللي تقول مو تقول أنا راح أوقف تدخين بس تروح عند البار. شنو الفائدة؟ أنا أوقف الأقمار بس كل أصدقائي أقمار جير. زين شنو الفائدة؟ أنا أوقف مشروب بس يوميا تعزم ناس يمك وقاعدين يشربون. شنو هذا؟ اقطعها، يقول اقطعها عنك ذبها في عينك. فأخوتي أخواتي المباركين لا نفتش على مصالحنا الشخصية. خلي يسوع هو هدفنا الأساسي. وإذا أنتم هم أنتم تنتبهون بالبيت، إذا الأب يقف قدام المراية ويحلق دقنه شايفيها أنتم، يجي طفل أو ابنه هم هو يخلي معجون كذا وده يحلق، يقلد. فخلي يقلدونا بالشيء الجيد لا بالشيء السيء. لم تعودوا وتصيروا مثل هذا الطفل لن تدخلوا ملكوت السماوات أبدا أبدا. Ashwagandha, 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 Ashwagandha,
يطلع الوكيح مثل ما فأكو أشياء نعملها بالأعمال فنقول كم قول أكو أشياء نعملها بالأعمال أريد نفهمها إحنا في سر الأعمال المقدس. يجي الطفل مرات نفكر نقول ابونا شلون انا احمل الطفل بالاعمال؟ اشيله هاكل؟ لو اشيله هاكل شلون اشيله يمين لو يسار؟ لا يمنى ولا يسرى اصحاب ما يصير لا يمنى ولا يسرى لازم ينشال الشكل ووجهه معصبي ليش؟ حتى يتهيأ من هو الطفل انه بيصير خلف يسوع هالشكل يشيله. اوكي نعم كان هون اذا كان يسوع كان هون او نعم يشوف فالطفل هكذا ان شاء الله اول كان بالاول يعملون اطفال بس بعدين صارت الكنيسه تعمد الاطفال حتى تبعد كل الشك عن الاهل لا يقولون الاهل او هذا وين راح يروح للجنه للجهنم من القطر لا خلينا نعمد حتى انا شويه يفتشون بالخلاص الاطفال للجهنم ينحط اكليل بعدين للطفل الاكليل باي ايد نخليه يمين لو يسار وليش؟ ارفع ايد من يقول يمين يرفع ايد من يقول يسار يرفع ايد والبقية مربوطة على وجهه يسار ليش يسار؟ لأنه لا لأنه يسار يربط الإكليل على اليسار رمز الدرع شيل تكبر وتفتح الرأس as a symbol of shield حتى الحماية تضبط بعدين يصير بالأعمال المعمودية نمضي أول سر بعدين سر الميرون بعدين أول ما يخلص الكاهن سر الميرون الكاهن يضرب رايته للطفل يضرب رايته للطفل من ضربك على خدك الأيمن فهذا هو الآن فاليوم راح نضرب الأب نضرب الأب من ضربك على خدك الأيمن مستعد قوي تقبل؟ نعم فمن ضربك على خلفك يا ايمن فهذا هو الاخر ايش خطر؟ هذا اي جانب؟ هذا اليسار شلون اضربه على اليمين؟ ما اضربه على اليسار لا هي ضربه الاهانه والرجل تكون بفرق اليد حسب الشريعه اليهوديه فيضرب على هاي الجهة هالشكل يعني مثل ما يسوع تقبل الإهانة والرزالة هكذا الطفل لازم يتقبل الإهانة والرزالة على نمط ويصير خلق يسوع للخلاص أخوتي اليوم تقبل كتوجي دادي وأندرو حتى أنا أندرو رح يقبل سر الإيمان المقدس اليوم اللي هي سر المعمودية وسر الميرون المقدس الذي صلى الله عليه وسلم أهله حتى يتعلم ويصير في حياة الإيمان وخلاص آمين ليرسل أهله بسم الله والابن والروح القدس إلى الأبد آمين أيها الكنز العظيم الخفي يا خدي من الأبدان بطل مواهب الفقراء الصالح الذي لا يظن عبيدا ولا يهمله اسمع يا ربنا إلهنا صلاة عبيدا واقبل قلب مساجدنا برحمتك واستجب قلبتنا براحمك من كنزك المملوء واحفظ بنعمتك قطيع رعيتك المحمود لكل شر واجعل امنك وسلامك بينهم كل الايام يا رب الكل الاب والابن والروح القدس الى الابد وارتقاء انفسنا للايمان الواحد ابي منسينا ابي منسينا قدامك بذلك الممجد كلنا بوفاء المحبه البعض الذي استحق ان نسعد لك التسبيح والاكرام والشكر والسجود الان وكل زمان والى الابد امين.
وجميع الرؤساء من محبي المسيح وجميع
الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين هنا وفي كل مكان، لكي يمنعنا الله الذي نصره في القيامة من بين الأموات أجرا صالحا معهم ونصيبا وميراث الحياة في ملكوت السماء. نسألك متضرعين أن تعبدنا لنرجوك بمحبة كاملة وإيمانا حق، ونؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. Thank you.
the forgiveness of sins, the resurrection of death, and the life of everlasting. Joseph, do you wish to be baptized? Thank you.
هذا الطفل الذي اختتم بمسجد المقدس واصطبغ بالعماد الطاهر. رب اسمه مع كان السماء يرفع الحمد والمجد ثانيك المقدس في كل وقت يا رب الكل. الا والابن والروح القدس الى الابد. ولم نعترف إيمان بالوهيتك بسجود الليالي أبابنا، ولم تتركنا نعمتك بالهلاك الذي استحققناه بشعورنا، لكن بظهور وحيدك بالجسد الإله الكريم أرجعتنا إليه وأهلتنا لنعرفك ورفعت ضعف جنسنا بتجسدك مثلنا، وجعلت الورقة الخيرات العزيزة التي لا تزول. وعندما بلغ سنان الذي كنا ننتظره من أنانة الرمي وخلاص أجسادنا وأنفسنا، كانت لنا عرضون التعزية نعمة الروح القدس التي ننالها من سر العماد الروح المقدس، كما اقترب اليوم عبدك أنزل هذا وتوشع بموهبتك هذه التي بها حرر من أهوال الخطية وصار عدوا في جسد المسيح. أن تحفظه نعمة في حياة نقية وسيرة طاهرة، بل هو ممتلئ إيمان وبرارة يقبل إشراق مخلصنا يسوع المسيح العظيم في نعيم الحياة الأبدية التي لا تفنى، ويصعد التسبيح والإكرام والشكر والسجود الآن وفي الأوان وإلى الأبد.
ولا فعل له ولا ذكر بارك الله قال مثل كل ما حكى وتفصلت النسبة الناصر وانيتا تقريبا قريوس تقول لي بابا تكاين نزلتك مش بارئة وكل مية وشليحة كل سنة وديانة أقبله يا رب لأجل الكنيسة المقدسة جامعة في كل مكان لأجل أبانا القديسين مع فرنسيسكا وروما مع لويزا الطبيعة جميع الأساتذة والكهنة والشمامسة والرهبانية والرهبة Accept the sacrifice of the Lord God, Almighty for all who are in servant and this world. The needy and worthy, the sick and affected, from all who see the true heart departing from our midst, for these people who gaze and await for your mercy. تقبله يا رب يا جل نحن الحاضرين ما هنا والمنتظرين رحمتك استجب صلاتنا واغفر خطايانا وذنوبنا. تقبله يا رب لأجل هذا البلد وسكانه وهذه المدينة وهذه الرعية وأهلها سدهم بقدرتك من كل الأضرار والمصائب تبعد عنهم الخوف والعنف ونحن أمنك وسلامك كل الأيام. ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء المجتمعين باسمك القائمين قدامك الآن وقد قبلنا بالتواتر على أبائنا ما رسمناكم كافتنا نحتفل مسبحين وفرحين بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحيي الإلهي سر إعلام ربنا وخلصنا يسوع المسيح وموته ونفسه وقيامته ليأتي يا رب روحك الودود ويستقر على قربانك هذا ويباركه ويقدسه غفرانا لذنوبنا وغفرانا عن خطايانا وجعل عظيم القيام بين الاموات وحياه جديده في ملكوت السماء مع جميع الذين ارضوك بافواه منطلقه ووجوه مشرقه نحمدك على تدبيرك العظيم لنا نمجدك دوما في كنيستك المفتدى بدم مسيحك الكريم الان وكل اوان والى الاباء يا شيبان طارد وقفنا بجهالة إلا مغزلة سكرت وعجبنا لكرت محاسدك يا وقياتي آنك يذن واني لك يذن من عمدتو ورحمني ونحن غير مستحقين Thank you.
وحق شفيه وعرف الله هاشا وابقى الاجوان والعالم حلمي كل افتح الجاري قال نفر راسي قال وقم يحكير البارقان نبقى دخيا وهي ما نوزة شهرتا نفر حشي تبين بقيمة المطورات عقيد الحداية لها قبل ما يوسى ونوش الملتا ويزا خانيسة ولا ما يوسى من الناش انسا هنا موسى محياني وابو كان فتيشي من طحيوثا لدخل تشرارا قرب المواطر كل الضبرانوح تحلاب ريشيدة دخيانا بسيبة تنسي من بثميثي قام شمية استلة واشكر الأمراض فتيشة داو النبخر كلها ميبوثة دلواتا نانا غير حب شبيعة وصل يانا مكيحة تقبل موهوطة حي العالم وصلوا دقيقة وحشت ترشانا اشتوكا بالراز بأيتا صورة الثياوتا كذب دينا من ساق الوطن وحشينا قال احطاين شارينا رحمة شوقانا من هلا ما ريقهم مرقينا من ساق الوطن لبنا Peace out.
Oh,
يليق يا رب هذا الأيام ويحق في كل الأوقات أن نرفع لك الشكر والمجد والسجود لأنك أهلتنا بنعمتك نحن المائدين لنقدس اسمك مع الروحانيين ونلتذ بعزومة أقوالك ونشترك في أسرار موهبتك يا رب الكون الآن والإبن والروح القدس إلى الأبد الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أعطانا جسده ودمه عرضنا الحياة الأبدية أهم بارك الكنشاء المقدس المحيي الإلهية وبعلامة الصليب الحي تكونون موصومين ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة هاشا فوق الأسوار والعالم عمين آمين. أحد مبارك للجميع وشبه أمريكا مريضا ميلوغن وحاميلوغن بشيخور بلسك ساندك and blessing the new baby with the Christian Catholic now is Andrew Alay Barco Ahmad Mubarak and Jameer Wala Aferohan I want to thank you for coming to join with us Salim alayhi sayyidna Mariyo Samyo Ka'bi Salam Tahiyyatna wa salam ala sayyidna عزيزي مبرخي كل ساتردي لا تنسوا عندنا تعليم مسيحي بس هل تو ساتردايز راح يكون عندنا بس بالبيت الماضي البارحة وهذا الجاي ما راح يكون عندنا لأنه قوتي يستعملوها الكنيسة هنا واحد اثنين مع المتبرعين كان عندنا نزيف وجمال أمين كانوا يشتركون ويانا فهمنا راح يكون عندنا وياهم لقاء آخر وبليز عندنا ماي بيرش كانسل كملوا العدد حتى نستمر في خدمة الكنيسة مالتنا نصلي من أجل سنتنا همينة اللي دمر في فترة الانتخابات مثل ما قلنا أتمنى يكون الشخص المناسب في المكان المناسب على الكرسي المناسب لا تنسون همينة صلاة من أجل عائلة أمير وخالد اللي راحوا من ديناتنا الله يوفقه في حياته الجديدة بأمريكا ويجتمعون مع أولادهم أكيد كل الأموال تجتمع مع أولادهم إن شاء الله بخير وصحة وعافية ونرحب مرة ثانية بعائلة بلال وزوج السودان أهلا وسهلا بيهم بيناتنا إن شاء الله يكونوا روحهم طيب وياهم أتمنى لكم نعمة الله بتحميكم ندخل حياة اليومية ويكون قداس البعض من جميع آمين اكو تيكت سوري اكو تيكت ماي لاست ساندي اوف ذس مانث اكو احد الاخير من هذا الشهر ده يسوي بطايق غداء حتى نجمع تبرعات نشتري ساوند سيستم جديد للكنيسه فاتمنى تساعدون وتساهمون بالبطايق عند اختنا هالة ايجو دي منو اندرو يتشغل اب قلبك هبني أن أخطأ
ترى حبك يا قلب يسوع إلهي، أرغب أن أتبعك. قلبك يا رب راحتي وغناي وعذوبتي، اجذبني إليك إلهي، وحدك أنت سعادتي.